طيب أستاذ عامر، أريدك تحدثني، هل الإعلام العراقي منصف للرياضة العراقية للمكفوفين؟ والله سألتني هذا السؤال وكان أمنيتي إنه تسألني هذا السؤال. أكيد لا، إحنا برنامجنا هو يتحدث حول القضايا، بالأخص هذه الفقرة تتحدث عن جميع القضايا اللي تخص شريحة ذوي الإعاقة والله هذا السؤال مالته كلش راتب بالنسبة في لي، دول قلبك. لأنه تسلم. الإعلام بالنسبة لكل ذوي الإعاقات غير منصف. حلو. غير منصف، الكل ذوي الإعاقات، يعني ما أحكي لك شريحة المكفوفين فقط، لا لا والله. الكل ذوي الإعاقات، يعني هسه إحنا مثلاً خلينا نكون واقعيين، يعني أكيد اللجنة كن الفرعية واقعي أستاذ، للرياضة خذ راحتك العراقية خذ راحتك. يعني المتمثلة بكل أعضائها بالمكتب التنفيذي بالأساتذة، يعني أعتقد أنه الإعلام يتسلط عليهم بس من ينالون الأوسمة والميداليات والإنجازات، يعني بعدها يطشون يسار براسهم على الإعلام، قولتك، يعني يطشون براسهم ماكو مثلا يطشون تقول عليه براسهم أستاذ، قصدك يطشون براسهم. متابعة، ماكو متابعة لمسيرة الرياضيين الكذا، يعني مجرد انه يجيك في بعض الاحيان، يعني تقول صار دوري او صارت بطولة معينة او يطشون براسهم سواحت مثلا يطشون بطولة عالم براسهم. او بطولة كذا، سلطت عليهم الاضواء في يوم او يومين او ثلاثة او خلينا نقول بالزايد اسبوع، بعد ذلك ينتهي كل شيء يعني.